طلع الروح اسكو وقت ده شيء اسكو زمن ده شيء مرك ابو سفيان يا رسول كوحي اهايان طلب الروح او اسكو اساغا او اسكو فيل فقد ولد في زمن متقارب وقت اسكو دوبا وضلالي ونشأ في أسرة واحدة هرم وعيكو بربارة مركة حق الداء ده ده يسأل دم بي عين حق بربار كان ضد حي عين هل ما بحك وضقات وكان ابن عم النبي اللصيق وعون أها نبي نابيك كان ضد أبو فأبوه الحارث سفيان أبيه حارث لديه جري يو عبد الله ووالد ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يا عبد الله ونبي أبيه أها لبض روحي أهيان أخوان لبض دشي ينحدراني من صلب عبد المطلب وحيالك أكسو ولا جيرين أو ولا داري لبض ودبا عبد المطلب مرك هل كان وعقوص البحيسة هدي وجرين أذير النبي صلى الله عليه وسلم أذير لا صوفيا محانين أدي أدودو محايا لي الحارث يا عبد الله بروحي أهيان لبض ولا داري أو والله ده ليلة بدو ده أنا أكسر هذا الجيران حق عبد المطلب. طيب ثم إنه كان أخا للنبي من الرضاع نبقى كسر دحات نبي قوالا لأهاي حق النور مدن ولا لك أحد فقد غدتهم السيدة حليمة السعدية من ثديها معا لبدو ذو حاول أن نجي حليمة السعدية وقالوا كسر دحات أما لن كسر دحات وأي كمي ليسينه النبي إياه أبو سفيان أفر وكان بعد ذلك كله وحا وحاسي دير انت كذب صديقا حميما للرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وحا نبي صلى الله عليه وسلم صاحب أورنتي صاحباء وآدي أبو سجع البيئين لكن غورما انت النبي نمضو أنا إيمان وأشد الناس شبها به ذلك كان وقت نبوها مرحبا عن شوية سنة أما أي نهر يال وميضو اسكو وقتي بايدا شال وإناء ذيركي وولاركي حق النوج ماذا أو هل هويني باود النوج جيسي صاحب باي أهايان اسبوري بيكسو بربارين هدانا أدو اسكو أكايان مرحبا مجرتو مرحبا تاريخ الأقليو لبرو حساء اسكو دو ودوم البابا اسكي شبها ودوم البابا مرحبا اسكا بيغان مجرتو بين أبي سفيان والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهل رأيت أو سمعت قرابة أقرب أو أواصر أمتن من هذا الذي كان بين محمد بن عبد الله وأبي سفيان الحارث؟ ما أركت ما صمق الشيء قرابة سيدنا وكالا إستقدم وقرابة أود حيث النبي محمد أبي سفيان مصمت يعني أمتن ما تكون هذه الآصرة حرير تاس أما أسكد أجنانت على هذا الروح أسكد أجنهين وحيميد آدي أبي حبطلا لذا فقد كان المظنون بأبي سفيان أن يكون أسبق الناس إلى تلبية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وأسرعه مبادرة إلى أتباعه إلى اتباعه سادرت الوحال في ليل مرض وحي أهيد إن أبو سفيان مركم مغلي نبي محمد بعد صلى الله عليه وسلم ذلك كان أبوه الرئيات مرحبا يسيئ أجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مركين كد دقيق من النبي الرعم إلا نقف أدولارتهين نصب أو تسيم عن أي معركة آلية يسوب حبتان ما لا تخصوا ضربارتين عيش مش للحاتهين أو ضد حتى أسوكين خلطة سيسوب اكتهين وعيد مركة وحايد مركة هل كأنه هي الموجع على الأقل هذا أنا بحكى الآن يجري وننك أوهر النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يسير هو النبي وحال في لي أنه نغلها أبو سفيان لكن الأمر جاء على خلاف كل ما يتوقع المتوقعون لكن أرنكو وهون نقض مد كدو واحد ذاتكو في ليين يعني ذاتكو واحد في ليين وهذا مركي وحن سلاي هيا يعني وقف كسو سلاي خلاص ده وهذا خلاص نبي يساقع عدود أنه هون كده لكن أرنكو سيكلوا نعلم إذ ما كاد الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر دعوته وينذر عشيرته حتى شبت نار الضغينة في نفس أبي سفيان على الرسول صلى الله وسلامه عليه لكن نبي وأصاء باللعبي إنه دعوتي سأموجه أو تركي سأودقه مركيبة حقدي يحسب يكراهية إلهي سبحانه وتعالى وحأقلي قلبي أبو سفيان نبي قبل تسوى ويقدر معارضة يقول الرئيسي
النبي قال كهر يمت أدير دعوانا فاستحالت الصداقة إلى عداوة صحيح تنمدي يولا تنمدي ماشي جيت حيث الركتها على تنمش كروتها والرحم إلى قطيعة قرابة دين حيث الركتها كلا يسحرين لها إلا يسقوي والأخوة إلى إيش صد وإعراض ولا تنمدي حيث الركتها ماشي أدولاك كتاجير الهيبة وحكاية بالنقطية دون بكهري ما دي سجل اللي قاعد عليه اليوم إنه سد قصة ما يقهر تجا دعوتي إعراضنا ولي ما بخيت جيستو هذا مارك حساباتك رنتي لفيري إيمانك ما كي بكسو دك دقي لها ضد سائس ودم وطبع إساقا بيغان ودم وطبع إساقا آدن وحاي هاي إن النقضان ضدك وقهر يقع ما هيس قصة ولا صعبة لكن أبو سفيان ما أوسن أو في صداقة للربي ولا تنين للربي ولقد كان أبو سفيان بن الحارث يوم صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ربي فارسا من أنبه فرسان قريش ذكرا وشاعرا من أعلى شعرائهم كعبا أبو سفيان ملك النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ورنتي شاعر كقاضي أو باهي أبو سفيان حين يقول أها نين دقال يهنا فرد فورك قفي عن ورنتي مركب دقال يهنا ده قف كله وشي يسبني هيئة وضد كان حمبوغضا markay taayeen ta xaq gabeegana ninka ugu haa gabeega badan marka runtii loo aanayo dadka isaga asaagii ah cid marka ku heysta marka madax marka laba arimood oo runtii carabka ka gudbi jirtay ba ilaahay isugu daray oo mid aftahnimo min aftahna aha oo suganta aad u yaqiin oo mid labaad oo geesinimo oo nin saafta aan la waayin buu aha ee kuna fiican runtii dagaalka iyo xabda fuurka inta uu ku fiican فوضع سنانه ولسانه في محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم مع دعتي دعوته وحل وحي وهيسيئه سافي عربة لا ضوء الرسول يقول النبي يقرد على صلى الله عليه وسلم ومكك على التنبي لأنك كان سافتي سنة وعي ساف كدوان سافة حدثك كان نوع حواء محواء لقف من هليئة عربي سنة عرب حواء صنعة ونمت هذا الشيء أبوه لبدي aaladood oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala isugu daro nimada ahay ahay inuu dacwadan heel ugu noqdo labada wuxuu adeegsaday Nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu heel marka kula dagaalamo wajannada taaqatihi kullaha linnikayati bilislam walmuslimin waxa uu awood lahaa waxa uu geliyay inuu ku adeeyo islaamka iyo muslimiinta fama khadat quraysh harban dhidda nabiy sallallahu alayhi wasallam illa kana mus'ira mad'in dagaal نبقى القريش دحمرة إلا ننك رنتي وقول ليني أما دب كده هرين يروحوا أبو سفيان إنت تقال دب كيسين ننك كدم بي وحوا أبو سفيان ولا أوقعت بالمسلمين أذن إلا كان له فيه نصيب كبير نبقى بقى المسلمين تسوق قارنا سان بقى أقول إن إساق الله إساق قيقا مركن نوحوا أها يعني طبعا مركن نبقى الشرق غرب يعني أدب كيف غير ويعاد مقليسين ودقال كيها بالبعض دعين دقال كيها بالبعض دعين انتا ساكل إذا انتا ساكوشي إذا مقليسين نين كضم بي ماس ريمايندر كا نمبر هذا اشكو أديني أبو سفيان بو أما كان نوحو عداق الكيسو ساها ولقد أيقظ أبو سفيان شيطان شعره وأطلق لسانه في هجاء الرسول صلوات الله وسلام عليه فقال فيه كلاما مقذعا فاحشا موجعا نين كان أبو سفيان لليه قبل يسي wuxuu adeegsaday carabkiisii ku sii daayay inuu nabiga aflagaadeeyo runtii gabayadii uu yiri hadalada uu yiri waxaa ka mid ahaa wax aad iyo tufool xun oo badi ah carabka aanu qaban karin oo nabiga sallallahu alayhi wasallam si xun buu aflagaadeeyo wadaalat cadaawatu abi sufyaana linnabiyi calayhi salaatu wasalaam xataa qaarabat 20 caam waxay sii socotay cadaabtinimadaas runtii waxay noqotay mid iyadu هذه يدو طبعاً دائر إلا لبعطان سنة سعودة لبعطان سنة والنبي لفضوه كشق النقض لم يترك خلالها ضربا من ضروب الكيد للرسول إلا فعله ولا صنفا من صنوف الأذى للمسلمين إلا اجترح وباء بإثم مجرم نوع حجر النبي قال له مريقه إلا وسمرين مجرم أذيت لرد مع المسلمين إلا جارسي إلا وسمرين ولعانينك كالضم بائس نمكانة دم بجيدي إلا مقضانة حرب يوسا اي تهي او كنتي لو تاق لا اي هاي نبينا مالو كالقالا او لا اي هاي داد كان حاقو داران داد كان كوحيقة و هالكي قبياب ولها وظلم ذوي القربة اشد غضاضة من وقع السيف المهندي
dib waxaa ugu daran marka qof xigta ah uu dib u kaaga yimaado oo aadan ka aargoosan karin. Laakiin marka kan alfaysal wuu cad yahay, oo maxaa yeelay waa caqiida iyo wax caqiida la-aan wey, towxiid iyo shirki wey. Laakiin abu sufyaan waxba ulama xaarin nabiga sal alla alay wasalam. Wqubayla fatxi makata biqaliil, maka intaan la furanin in yar kahor, waa sanadki 8 hijriyad ah, kutiba liabi sufyaan an yuslim, ilaahay wuxuu qadaray oo u qoray ninkii abu sufyaan inuu islaamo. وكان لإسلامه قصة مثيرة وعتها كتب السير وتناقلتها أسفار التاريخ. إسلام كيس أنا قصة رنتي آدي آد رنتي أوكين عدتك أي قصة أي جرتي وكتب السير أي قرتي رنتي كتب تاريخ دم رنتي آدي سجور لي. فلنترك للرجل نفسه الحديث عن قصة إسلامه بل إسلام أنو دينه حين جوار رماء سو مركب قصة إسلام أبو سفيان حاكر رغي maxaa daradeedii markii horena 180 baa jartay, marka dambena 180 baa jartay, maxaa isbedelay? Isaga hadda marka hadaba fashruuruhu biha acmaq waasuhu laha adaq waasdaq, qofka marka afjooga loona adeega eh, marka uu isagu warinayo qisada dareenkiisu waa dareen runtii kasii xeel dheer qofka kale caadiga markuu warinayo, marka uu sifeynayna isagaa naga og, marka ahbi marka adara bishicaabaha isagaan u daynaynaa buu leeyay katib. Qaala wuxuu yihi marka abu sufyaan baa inoo waramay, لما استقام أمر الإسلام وقر قراره مركي إسلامكو أرنكيسو يشتاغي ونصبنا علي وشاعت أخبار توجه الرسول إلى مكة أي شاع ذي إن نبي صلى الله عليه وسلم وكسو وجهني حق أي مكة أخبارته ما لو بإيجارتي ليفتحها إنه مكف رمضان ضاقت علي الارض بما رحبت تركي بقادي وعيري الى المغرب وصلت سديدات مكان مفورا وحوم مقلي اخبار تمالو بالاسلام رح قال وحالي محمد يكوح دي سوى شو الصعدان وحي فران هي مكة خلاص دو ماشي ودا مش معقل كودا بين ودا جناب بمعنى وام حي هدي ماشي اللي بوي ماذا اللي فرطه وأجيها أبو سفيان وحوه مهرين وخيرا وحلقين لدن وأجيها ليسكو كو قرين ولا جرانيو ويقول كيف إقالي ولا وقلت ما كان سمحنا إلى أين أذهب حكيان قبط أمرك تين أذا ومن أصحب ويلا صاحبة ومع من أكون ويلا جرى كل يجب النقطة مرك. ثم جئت زوجتي وأولادي وقلت كذبا حاسكي أولادي كانوا إني لو حام كل إلي تهيئوا للخروج من مكة ازدياري مكة وهم كتجين فقد أوشك وصول محمد إن محمد إماشيس وسود وادي وإني لمقتول لا محالة إن أدركني المسلمون وعن شك كجل الإديل الدونة هذه مرجع على يقول ديو ما هذه سؤال تهي مركة نفس الديدة وإن لبت بادي إذن نهار إذن بادي فقالوا لي مركة سوف يقول هذين أما أنا لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دان لمحمد بالطاعة وميان ولك كالعضان إن عربي عجنبا سيقوى لديهين أي نبي صلى الله عليه وسلم هو كان سمع واعتنق الدين والدين كي سيقى بصدام وأنت ما تزال مصرا على عداوتي وكنت أولى الناس بتأييده ونصره الله ولي وحي كاردك انتهي إن النبي محمد لعل لي تنتهي يضع هاي قفك ومضا نيك أور اللذبي إن النبي قرب سيو مكاء ونصره سأسي أحي لكن أدوك رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد ضف أنه ولي كي قاد تاقنت ولي وسو تاقنت طبعا رابكو شيء عجيب أو نصيحية وما زالوا بي رابكي وما زالوا بي يعطفونني على دين محمد ويرغبونني فيه حتى شرح الله صدر الإسلام وحي أفع حق جي حق أي حق أي أمر ينبي وحي أسكد ينبي يعطفونني على دين محمد إن أي دين محمد نبي محمد يقصوا اللي حينيا ويرغبونني فيه ينجع ليسينا يعني حتى شرح الله صدر الإسلام إلى قلبي جي وهو واسع وشرح إن إسلام كي شوق أمر مركة طبعا مركي طبعا غيركو أي صادقين أي هين وخير كي كل جعلين تلدو ذلك ما هم قوبا تلدو حين قطع تلع لأدو قرح بضان عيال كيو حق أي ميت أو إسلام تيوا إلى هذا الشيء أو حالي يغنيه كاري عشاد عن نقاينه ومضو هالكاسي أجهيش تأجهيش قمت من توي بي مركي هالكاسي كدقا قلبي وقلت لولامي مذكور مركا سامحا كل اللي بيرنيكي أني أديقه إيقاها
هيئ لي نوقا وفرسا، إيد يا هلائيو فرس. وأخذت نعي ابني جعفرا، ويلك أود علي حلوم يعبي جعفر هرانوك حيسبي. وجعلنا نغذ السيرة، وحمد بالله إن ندقدقنا نحو الأبواء، هل كأيو أبوابا أفكا قرنك ومن عقوة جهنها بين مكة والمدينة، هل كاسا نفكا سارنا مركا وأود حيسهل مكة إيا المدينة. فقد بلغني أن محمد نزل فيها محايا لو حيشو قاعد أن محمد إبن كسو الدلي أبواء النبي وصوص على مكعينا وضلي كسو الجيران مركة مركي وطبع وشي يستوي كيسي روك حيستي انت هذا اللي دياري ويروحي حلائي هي فرص انه هو ديار صدي مركة سوية روح المغلنة ومحمد إبن هكا كسو الدلتي هكي ومكاد. ولما اقتربت منها بي مركي أن كل دوادي هكي أن كسو عليه وهيدا الأبواء تنكرت وين اسقريه حتى لا يعرفني احد سوسن قف اي قرن وين اسمه اسكراتي وانا كفت اسقف وين حوغا نوع ما شيء مقال هدرك اني قرن كريم ولي ماذا فحتى لا يعرفني احد فاقتل قبل ان اصل الى النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسال بين يديه وحكى بقى يقول انت عن النبي قارن ده هدي لا يقدرت الا يدلو وما كدي كي يقول نقول انت عن الاسلام كما كان لا يعني بقى قريه أنا لا إله إلا محمد رسول الله أنا بهم ينصرك واللي يقول صدرت ما قريب يوان حال ضيست ومضيت أمشي على قدمي نحو من ميل وانسع ذبي هل ميل بانجربي وضريع المسلمين تمضي ميممة شطر مكة جماعة إثر جماعة يضع مسلمين تعينك مسلمين تنا أي كس السعودان حقي مكة حقي مكة يا باريا كوح كوح بالمركز نهرون نريم بالله فكنت أتنحى عن طريقهم وضلي مرين وكلي حني فرقا منهم خوفا من أن يعرفني أحد من أصحاب محمد أنا وكب قني وديني ومك من هوني قرته وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مركب وضلي وضعنا هنا مركب والله إحنا نسي كلام كان كلام قادة بيري وهنا إسقري وأنا مركب ما سكرت إسقري بيري وفيما أنا كذلك أنا حالدة كجلة إذ طلع الرسول صلى الله عليه وسلم في موكبه النبي قال صلى الله عليه وسلم سأل فتصديت له مكاس النبي سأل قهر من بول ووقفت تلقاءه مكاس أسكب بيضا هر إشتاري وحصرت عن وجهي وأنس كفي ذنبي فما أن إن ملأ عينيه مني النبي قال مركو سائق إن دبو سذبي وعرفني هنا إقرتئنا أبو سفيان هاي حتى عرض عني إلى الناحية الأخرى وبقسي جسي النبي صلى الله عليه وسلم فبين ملك كلام ما كان هذا الراعي، فتحولت إلى ناحية وجهي هل كوجيس هذا سكسي بيجي هل كاسام عربي، فعرض عني وحول وجه هذا نتوجي السمال كلام السبب نص، فتحولت إلى ناحية وجهي هذا هل كوجيس وما شو إن ده لا لا حتى فعل ذلك من رب هل كاس النبي وجيس ما كاس حقه وعرا ما كاس حقه لو وجيس ما كاس حقه وعرا النبي أنت ما كان ما ضر إنه أبو سفيان وما كاسه في كنت لا أشك وأنا مقبل على النبي أن رسول الله سيفرح بإسلامي وأن أصحابه سيفرحون بفرح شكر أنت إغمجل ما كان النبي يكسي السعودي إنه الرسول إسلام كي يكفر حضانه مسلمين تون يكفر حضانه ارتشك إغمجل بي لكن المسلمين بي حين رأوا إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أكيد سببه المسلمين تمركي أركان رسول كي إنه نسي جيسري تجهموا لي يبنى سواء إيقبتن بي وجي يدورين وعرضوا عني جميع ولد جسم حدث كان هل كاسا لغا حاجة رسولك عدو سود وين وهي وسود وين يقفك وكجيس وكجيس سريع مركو حاس لها بويري وابلغو فرحيدنا لكن ما كان أركي النبي قو قسي جيس في صحابة لنا أي إساق قد دوا في شيء هل كاسا لغا حاجة مركو واسب الدلب لقد لقيني أبو بكر فأعرض عني أشد الإعراض أبو بكر بقى لكل من بويري إسناب إيجو ضرناب يدك ويجسي جسد ونظرت إلى عمر الخطاب نظرة أستلين بها قلبه عمر الخطاب هذا أنا إذا هذا الراعي بير أنا هو قلب جد إسناب فوجدت أشد إعراضا من صاحبه سيعرف لو ذكر ضرب أبو بكر يعني معنا والنبي وأبو بكر وعمر وصحابه أيضا بل إنه أغرى بي أحد الأنصار ولكن عمر الخطاب مسح لنا يقول أنت يا جماعة هذا يقول ضربي ويجا أدي جيب لنا أنصار تكمل فقال لي الأنصاري كي أنصاري في شقك قوبي كي أنصاري يقول يا عدو والله أنت الذي كنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤذي أصحابه
صمادا هينك رسولك إيه صحابة دي دي وقد بلغت في عداوة النبي مشارق الأرض مغاربها سنبي يقول على بيني سي على تنمى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله قشي يعني بري قلبات وإيجات الأفضل إلهي ما أن يجعل مكامل وفيه وما زال الأنصاري يستطيل علي ويرفع صوته وحاببين من كان أنساري أنا إن ترحتقم كما استاقم بي أو عدك كل قال يا عدو الله هذا سبورة يا بي والمسلمون يقحمونني بعيون المسلمين تنا إنها إني قد أحد السيام طيب هل سويه ويسرون مما ألاقي ويصرون مما ألاقي عينا لعينا يا رنتي وي حقا ويكهل يا نوعا ما كل راح يصنع إنسان لي بهدله وشرفت اللي قاده وأن لين حريصاً حقا فحد بيجي سبني مرك أنت بني آدم لذيذ يا لذيذ عند ذلك مرك عربي ما يشان برا يشوف وقف لي جو جيني سي انا لهين ونوعا ما او لقى دكت جو كابتل وحكس اللي قصة ما ينوي ابصرت عمي العباس قالت يا عباس ما ركب له فلوذت به مرك عسان اساقان فيه اساقان ما ينوي دي سبر وقلت وحن يا عم اذيرو قد كنت ارجو ان يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامي لقرابتي منه رجوحا في قبي النبي يقول الاسلام كي يكفر حب مراتي قرابة أنواعي وهل ما نسيها يسيق قرابة المكتين وشرفي في قومي إن من تلكي سشرف كلها أنا وقد كان منه ما تعلم فكلمه في يدي يرضى عني وقد كان منه ما تعلم سيلا يرضى من ولا كيسا وحنا بي حقي سإن لا يدنين وإن لا يلهلن إن نوعا ما لا ينكري إن ما أركتي لا يغنور قري فكلمه في إقال حضل ليرضى عني راضي هيا قدر فلا إقال حضل أرادت قدره فقال عمي فلا والله صباح الخير لا أكلمه كلمة أبدا بعد الذي رأيت من أراضي عن وعن أركي كذب والنبي يسلو كاقا فقيا وكاقا جي سنة مكان أركي كذب وإذكت إن كل بير النبي قلنا كلمة دي راضه إلا إذا سنحت إن سنحت فرصة إن فرصة يصبح ذا مليش إذا لكن هذا إن أنا عباس أن أسكو قاضه هول أن أجهي ماشي يكون رمضان يجد أمين فإني أجل رسول الله وأهابه أنا رجي رسولك وأهابه آدي من أوليني وأنا كهي بيسا فركما أعكب إن أنهرتك إذا أضل مكة هكا كتاقين إن أنجر هذا رسول الله ونيك أبو سفيان هبا كتابك أفير مجلت فقلت عن ربي يا عم إلى من تكلني إلى أو يا مكي إيدي نساء يا أبو هلا نساء حردي وسلام فقال ليس لك عندي غير ما سمعت نوحك أبو معي انت أصلا كو شيء ديك رالي قلنا يسوي فتملكني الهم وركبني الحزن تي مروق عيد اتيران يحب نوم بقي قتني ولم ألبث أن رأيت ابن عمي علي بن أبي طالب فكلمته في أمر إيه كدي محانا غيبوا لأذارك مارتين أذارك علي بن أبي طالب سكع الله حلق فقال لي مثل مقالة عمنا العباس انت أذارك يا عباس والجواب يقول اسمي إيه أن النبي الله عندي كرم كما ديران كرم وانين اكتيد كوين اوشان هولا مبحيا معنيو شغيا عند ذلك رجعت إلى عمي العباس وقلت مقوصا محروع مركي وعند نفقي وحان شكو قادي أذارك يا عباس هذا بدو يقول الله بطول مكا سمحني يا عم إذا كنت لا تستطيع أن تعطف علي قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وضبها داغا كري كري إن قلبي النبي إيسو الجيريسي وقاد يشفع قاد إرقائين وقلتين هدانا كري كري فكف عني ذلك الرجل الذي يشتمني بل يقعي يقول كان نين كان أضيق أسمان دان عيري قد أبوضا ويغري الناس بشتمي أضد كان يقود دريو عيرة وما رأتي مان دان اللي قفع كيسي قد أبو قال عباس بأمرك ويصفني إيت المان وأن كان يقود قد ووصفته له نيكي بأمرك أتنه وأنك ساس إساس ستان طالة نيكا رنتي أفلا يديزون هل قد على الأقل ما عرفت ليها دي حتى وحبان ليه قبل كده فور جدن إيو إلا يقول باشا هل قد فقال بكي وحيري ذاك نعيمان بن الحارث النجاري نين كانت كهل يسوى نعيمان بعض الغاب فأرسل إليه عباس نيكي وير هل يقول يارو وقال له مركز نيكي الهدف يا نعيمان فنيكا أساري إياها عيدة وذي إن أبا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أبو بيلا ابن عيمان إن كان أبو سفيان سيك استوى ها هذا قلت أنا بيجي نادرك وأنا أخي أنا معركتي على أربع نواح ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم هدي ما أنت رسولك وعري سيهي
فسيرضى عليه عنه يوما ما لما إمام دون النبي صلى الله عليه وسلم راضي كان مفضل عليه فكف عنه كترتيب عشان كذب ودين بل كذاب يعني كما عرف حبرها لديس وما زال بي حتى رضي بأن يكف عني ولاحظ لي وعقل عليه إلا أنك إلهرت إليه قريب ورت كاسا يقدر نابي ما بقول ما بقول سعر بي وقالوا بي لا أعرض له بعد الساعة نيكي نعمين بلان بقالوا بي سعادة كده إنك مرضى نعرف كيجا لا آدي الدون وقبل بادي الدون هل كان مرقب حاكو حرام تشاكي لي أهي إنك ساري ودوات لكتو نين أبو سفيان ومرك أفلقات دولة ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة مرقب النبي وصول دي الجحفة ووضع ودحيسة مكة المدينة ورنتي أفر مرحلات ودرت مكة طبعا وارتين مكة بورك وخمانية جاكت مكة أي معرفة بصص كساريه والوصع المدينة ونور الجحفة ماشي كل جنتها وفي الله تكا قبانة شحقا جلست على مركي النبي وصول قال هلك جلست على باب المنزيني وعن هرفة يسيب القرقة والنبي قال كسو التقي الباب كيسا قرصة وصفها مهري ولي يبوا ويحي كسو قصده واللغة وصبح ومع ابني جعفر قائما وحان ستا وإلى السعودة ويلكي يرى أن وتو جعفرها أو تاغا فلما رآني وهو خارج من منزله مركو النبي قال أركي النبي طبعا مركن الباب كوني كان فارس درس كو فارس مركو أركي النبي صلى الله عليه وسلم سو يقول لك صوب بحي بوح أركي نيكي أو سفان وناش فدي أشاح عني بوجه ويلسي جيستبي فلم أيأس من استرضائه هل كان كوم قوسم بيري يعني النبي قال هذا قال أيه أهيو وجعلت كل ما نزل في منزل أجلس على باب ماشي والنبي قد دقا الباب كان نجا فارسابي هل كان صار فارسابي عشان برسونا دكتا والنبي قال ما خد رابي تبي وأقيم ابني جعفر واقفا بإزائي ما شاء أنفر السنة ويل كيرنا والنساء اللي قال بي الحرة والحوقة إنه النبي ما شاء سنباتي كقد يعني فكان إذا أبصرني الرسول عرض عني مركز الرسول كي أكبر وقسي جيستان وبقيت على ذلك زمانا حال دي سياسي مدى أحيب بيري ما شاء الله تقابل والنبي قلت تقابل أنت بديكتا النبي قال إما جوجو وإما بحو فلما اشتد علي الأمر ضاق بركي حالات الجيق يقول نقطي أركي وقت كذا يريد يقول نقطي قلت لزوجتي أولي سيدي هو صلى الله عليه وسلم كل يقول والله لا يرضين عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن هائمين على وجهينا في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا يقول والله رسولك إنه راضي من أبن نقطه وأمد وإلا هبان يعني أنت أقول كيك حيست قال هذا النبي في القدس أنت كقبل النبي ما إيش إلهي نجيب ومركا أنت أو ضد الكوجن قاعدي هرب من مولى من النبي نيك مركا كوب لا بينه سوس هاي صنبي جيا خلاص بس كت خمسة فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا رسول كم مقلي نيك أبو سفيان عم يحب بك مرة ساعة وإكسريم لفرسفيج ما يحب بك تاعت أو حي حي سوي هاي نسكة تخلص ما كون مقلي رقلي نبي ويجي العبير وقال ولما خرج من قبته مكيل هالكيل النبي صلى الله عليه وسلم مركا واحد ركته مركا صبحي نظر إلي نظرا نظرا أنين من النظر الأول محب له النبي حقا إما من عصاد متي كدر أحسن حقا حريش أي كم مقد وكنت أرجو أن يبتسم محان كره رادين يقول النبي إنه يقول الله عدي انت سهدان رادين يقول ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم أم عليه الصلاة والسلام مكة فدخلت في ركابي نبي صبحي مكو صاقل أنا ترى أنت سفر بالمسجد جلو المدينة اللي جالس سعلالي وحنا راسع صلاة مكة وأنا سنة كسديرات مكة الفرن ضامر إذا كما كنت بيربي وخرج إلى المسجد فخرجت أسعى بين يديه لا أفارقه على حال المزاد كأدبي أن وانهر سعلالي الدقيق قبل النبي ما فارق نبيه لقطة لقطة صارب ولما كان يوم حنين ما ننكي حنين لك لقالي وضيانك حنين جمعت العرب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تجمع قط عرب بأي الصوب بأي ستين إذن رنتي لحال لعرم رماء وملك سلسل هو أه وأي صوب بأي الصوب بيسري بملك سلسل أبول وعدت للقائه ما لم تعد من قبل نبي قال إن الله دقى على معنا وحيوصوا ديار قريسين ديار قرب أن هذا كهول يقول عليه أدير قرب
وعزما على ان تجعلها القاضيه على الاسلام والمسلمين. وحين ابو طارق قال هل مركلين ان اسلام المسلم بلوايهم ده قال كي حنين بارك يا رب. طبعا ده قال كما ده قال والهي ولي ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الى وكشي كان حيد مر مسلمين تجي يلتركوا اعتراض الله بضاتي حوقع اسم هديين مش عجبيين الى هم نحن ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم اذا قال ما انت انت رسول جاي فايد علي ويريهين يفرقوا تلس وانا لقعتك لكن ما انت لن نغلب عن قله يعني ويريهين لو رمعت كان ضد ضنبهم الى ما تروح الى مكه على الدرس اللي نلقين حال قومي كل الدناء بقالات او ادغال دوق قري جرتين ولي تركوا مين قوليسان وحبيب قوليسان جرتين ايمان كاسوي كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين الى مكه عددكم هيمها وهمهم ضد كان وحي حنباسين هذا دغال كاس مكه دغال بالاسبوع ها وخرج الرسول صلوات الله عليه للقائه في جموع من اصحابه رسول كان اسمه وايش جاء قري وعينك يسوك حيسي فخرجت معه عينك ما كبير بي. ولما رايت جموع المشركين الكبيره مركان اكيلي اذا ما المشركين تتقال كيمين رنتي يو اجياد وتربنا مكان اكبر ضد الصوب هيست اللي كان يجيسن وها ما انتو مركا وعلى رم وجنيا والربا وعلى ويحي خلط وكريم وحد الصحة وسيدي وسب ديار صدر مركا سامحنا والله لو كفرن اليوم عن كل ما سلف مني من عداوة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما انت ايان تختير الدونا وعلى ويحي ايه هرم رأي وعلى التنين من النبي عن جارسي وليرين الله وليرين النبي من أثاري ما يرضي الله ولا يرضيه إلهينا النبي قلت تسن دونا ما انت راتك ان كتبه وإلهي رسول كيسا هذا يكن ما أنت مع رغم الدنيا بير إنه سبحانه هو أعروتي تقال كان يقال ولما التقى الجمعان بير لبدي كوحوات مركي أي قوضة كسارين وتقال كل بالوضع اشتدت وطأة المشركين على المسلمين مركيبة نمكة مشركين تأيا نوع ما قعن سري مسلمينتي ولا قعن سري فدب فيهم الوهن والفشل مركي المسلمين تحقيم ضعفي انجب قيم اي جب وجعل الناس يتفرقون عن النبي ذات مركي النبي وكاية عين كليسة صهر وكادت تحل بين الهزيمة المنكرة وحام حلس أنق النبي حلس أنق جب رنتي آد يا ضبا أن أمنا قسو قارو هالكاس القرآن قفل إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحل أركب عريرين إلى النقضة ما لا تقبل هذا الأولية فإذا بالرسول مكي حلو سام رئيسه ومنكم أي طبعا أدي سيرة وإن صامر طلبات جربة وإن صامرتي وحي سمين مكا كمين سبي سميستين أمبوش ما لا يقل مسلمين تسكر دي أولا إني كان ما أنت هل مر مكي ساو سو قل با جيسة لغا سو قل يا مركاس هل مر مكو بالله مركاس أفرت جيس مكي كاكتي ميت وروب لغا قل مركاس نيو دولا حكا قاعد ماشي معركتي مرون إله إبيح مركز الله كلا ياعي مركز النبي كلي سهر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما كربين النبي هدي اللي قاعد خلاص ولي لكن إله سبحانه وتعالى تدبير كل ما قوته هذا ما كان ماشى مرة بلي فإذا بالرسول في داء أبي وأمي رسولك صلى الله عليه وسلم أبي وهذا من كفر تاية يثبت أو يثبت في قلب المعركة النبي ما هو تاجي هاي هلك جواب تدقالك وكسر برتن كيلو تاجي على بغلتي شهباء وسود دور فديا مدور صارا بغلتي سي ما بقاش يسي كانه الطوط الراسخ وحاول مودا بور لكوء او ملتاغا موسى النقاقل ويجرد سيفه مركز سيفتي صوله صبحيه ويجالد عن نفسه مركز اسكو دفاعيه وعمن حوله ذات كهريني ودفاعيه كانه ليس عادي وحاول مودا لبح رنتي كيتيسي كصبح المودا ما يشوفوا حاسنا شو النبي قلت قال لك كي يبان لكم مكة صلى الله عليه وسلم وبحر عند ذلك مكة ما شاء الله يسوع وثبت عن فارسي فارس كي أنا وتيبا هرتكب وذبي وكسرت غمد سيفي مكاسان سيفتي أنا وتيبا بقول كي ذاك كل جبيل بقول والله يعلم إني أريد الموت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي نور وقام مكة سيدنا سميري إنا ربي إنا بنطه إنا النبي الدفاع بس وحكى لما ربي يروح عن
إنن جيري عندما يكون دفاعي وعندما ما شاء عندما يكون دفاعي أنا قال ربي. وأخذ عمي العباس بلجام بغداد في النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بجانبي. أدرك عباسنا النبي صلى الله عليه وسلم فرس كي أوتي بلجان كي سساء قبت بيرون قرب استاجب بيرون ما كان ماشى مرة يسوي. أخذت أنا مكاني من الجانب الآخر أنا قرب كي استاجب بيرون ما كان كم حول النبي صلى الله عليه وسلم ماشى انتاجب أدرك شهر انتاجب إن أدرك سفيان لو ذو قرب حكى استاجب وفي يميني مركان هل كان تاجنا هاي طبعا يسوي مركب تاجي هنا بيلعبوا كحيرة وفي يميني جعنتي إذا ملكت أنا كشي تا سيفي سيفتي أنا وطايو أذوب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمرها على وكجاب هنا يا كل دفاع النبي صلى الله عليه وسلم أما شمالي فكان بمسكة بركابي جعنت بلحنا وحن ساقو دجنا هنا يا بقشي سو حديدة يا يعني إنتي لب حصته سأسرع تعالوا ولا نحجة شكد ما هكذا النبي سوي حد دوره مركب جيل مركب البقشي مكود دجنا يعني عباس وما هي كانت من الدجال ما بقول يوم حنديد النبي ما قيل شو قال فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلي حسن بلائي إلى حسن بلائي مركي وأكبر النبي وعذرها أم والجنون قلنا إسيا أن كنت دفاع يوجع أنتي بده تين مدينة الرجل ما سجد جفا يبال سجد علني مركا مركو أكبر قال لي عمي العباس أذكر عباس بيقول من هذا يمكن وعذرها مجوان كان مركا سن هذا أخوك بيقول عباس مركا اللي جاوبته هذا الآن هو لك وابن عمك إن أدارك أبو سفيان الحارث وينك فرض عنه أي رسول الله ولي النبي صلى الله عليه وسلم إلا حال وقت كان النبي قال ولي أبو سفيان أوبح أنت يرى دولة حرية ما أردتين نظرة الواقع في فين واحد وانك كان يوسف إسهلاك يوسف ديرين بقى أنت أم بقى مركز يا رسول الله هذا وانك كان وكوسه هيدا مك أقبل قد فعلت مركز النبي هذا عن يلاقي وغفر الله له كل عداوة عاديها عادانيها إله إن هؤلاء فبقول أنت ومرك إلى الدجال لم يجري على تنين إنه إيه موجينا صمرت أنا رشي سن الله عذاب أنت وأنت وسعود أبو سفيان فاستطار فؤادي فرحا برسول برضا رسول الله عني قلبي يقول غير فرح بولد ولك يا ربي أنا أدي وفرح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راضي عن غضب وقبلت رجله في الركاب مركا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقت كرم كرب وسوى ما شاء صار ثم التفت إلي مركا صائشا ما يسأل فقال له أخي لعمري تقدم فضائل ولا هرو دقائق لأنه كان يعني ويقول لك المدى النبي أخي لأولي لي يقوبا بنتو يقوبا هاي دقائق ورقة ما قد يعيدها هاي ألهبت كلمات الرسول صلوات الله وسلامه عليه وصلوات الله عليه حماستي يلا حماس كي يكعسبني فحملت على المشركين حملة أزالتهم عن موضعهم مركزان نمكي مركي بأسكوب باقي حق وناس أسكوب قارب وهل كي تاجناين هرت من كره الجيب ولا دبا مقر دبا مقرتن وحمل مع المسلمون مركز المسلمين كان يصرع عن بيرانا هو كعمني حتى طردناهم إلا أن ماشي كير النبي وأن بعثنا القدر فرسخ أنت هل أريفوف ورنت لو قياس طبعا مد يعني إن يرى أن سأوشي فوجين وسدح ميل ما لا سكر عن أنيون ماشي كفوجين وفرطناهم في كل وجه مركز دم وبكرة يا عم بيرجي ما هذه كتلة هان لا يعني ماشي تاريخي طبعا قتلت إني مكة إلى هم لكن يوم مكة إلى النبي أنت مكة مرة يشوف وظيفة مكة مالكة سواء محبنين وسمين تجيب كي هو بعنا ودرة وسوى جاري أوردي ركور كيسي وراء ترتري رسولك صلى الله عليه وسلم طبعا طبعا قفك وحلقة وقفك هذا وعيني كده الحين إسكي عافيني إسكي سهل أنت لكن قف هاتش السنة السي أو تش السنة السي أو مالو من قبل كده تاجنا ما سهلنا وحمرني بقول ده يعلم إن هدا يعان لهيك هولو الدنيا ده هل نبي وحلاقة مش قابلنا لكن دينتي ولا ده قال لي إنك كان مرك مالك هاس إلى سبحانه وتعالى هو قدره نبي الدعاء رنتي آدي يا دوسر رئيسة أو نك الدعوة غفر الله راح سهل لنا ما نك مرك سفيان ظل أبو سفيان بن حارث منذ حنين لقب الله ومالك هاس ينعم بالجميل رضا النبي صلى الله عليه وسلم يسوي حاول ضرائم كل رسول كان راضي كان نقل لقب الله ومالك يوم حنين وها نين كل راح يسنية أو كل نعمة يسنية النبي صلى الله عليه وسلم راضي عن شيء سأقول له بلى ويسعد بكريم صحبته صاحبتني مجلسه ونكسنا ومركع إلى سبحانه وتعالى وقدر إنه نكون على الأرض ولكنه لم يرفع نظره إليه أبدا ولم يثبت بصره في وجه حياء منه وخجل لماضيه معه لكن مدعي ما يبقى صلى إسلامي إن النبي صلى الله عليه وسلم فوق كفول إن توقف رسو إنها سأقوق وما يمدعين محايا لي مرضى وكد وجه وكدت بي سوى كحشانية أدل ويخجي لي
maadigii hore iyo wixii hore ka dhacay. Marka weligii nabiga sal lay slam ka xishoonta markuu har fadhiisto maya dhehen inuu sax indhaha uu gubo uu ka leexan jiray abca. وقد جعل أبو سفيان يعض بنان الندم على أيام السود التي قضاها في الجاهلية محجوبا عن نور الله محروم من كتابه. إنك أبو سفيان وآد يدو يقوما لي والمه مدورا الجاهلية قصوا مريد وآد يدو يفقا إله نور كيسا آد يدو لغيه الجي كتاب إلهي فأكب على القرآن ليلة ونهار يدو آياته وحب مركز شقك الإكتر ودول فريسي قرآن الكريم كيون هبين إيمان وأقريم ويتفقه في أحكامه وبرني القرآن في أحكام تيس ويتملى من عظاتي ويتملى من عظاتي ومركة وكقاضنا القرآن في إيوان ليس قرآن وشقك الكتب وحرر ومركة ويهربنا أن تستره وعرض عن الدنيا وزهرتها الدنيا بالبركية وكسي جيسي وأقبل على الله بكل جانحة من جوارحه حلوة بوجودك سكن من الإله وكحري حتى إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رآه ذات مرة يدخل المسجد ما يوحنا عليه النبي يقول عنك أبو سفيان مزي في قليه مكاسب فقال لعائشة رضي الله عنها عائشة يقول أتدرين من هذا يا عائشة مقرن يسألني كم سالك قليه قال لا يا رسول الله من مقرن بيت رسول الله قال إنه ابن عمي أبو سفيان ابن الحارث وأبو سفيان إن أذكرك انظري إنه أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه والأرك وإنك أقول مسجد قليه وإنك أقدم بيت صوب بحي ولا يفارق بصره شراك نعلي ما أنت لنا aragii sana malka amal sana kaptis ilinkiis ilinkeed oo marka indhaha ku hayaa hadaba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu qiray hada sahabi jaliil abu sufyan inu khatimo wanaagsan marka u dayni wa mid oo maani kaas inu nabiga uu aad maaratay ilaahay wuu ka dambay dhaaf wa hadana uu muji wa mid oo quraanku shaqo ka dhigtay wa mid oo maaratay masjidka uu ilaahay masjidka ilaahay uu isku xiray ninka ugu horeeyay gelay ninka ugu dambeeyay kasoo baxay uu noqday ولما لحق الرسول صلوات الله وسلم بالرفيق الاعلى مكي النبي داود صلى الله عليه وسلم حزنا عليه ابو سفيان بن الحارث حزن الام على وحيدها ابو سفيان اد وغير مرغودي النبي صلى الله عليه وسلم بشريسه سيده هيدا نوع ما كي اذا شيء كي ستأبير مكه وقبل ما اغدنته سي مكه اي وغير مرغوته وبكاه بكاء الحبيب على حبيبه قف وحجعل ووحي أجعلا وعينا سبوء الهبوء ورثاه بقصيدة من غرر المراثي تفيض لوعة وشجونا وتذوب حسرة وأنينا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قبر رديقي تهكبايا أورنتي لبنتي لي سوغانتا تيدا أغسى الرئيسة مكي تاغنتاي سوقفك وعبير لها قبشنا ودريمه إمركت ودريمه إقامات ودريمه إسيدا أنينكا قلبي سكسو كويسان gaba runtii baal dahab ka galay taariikhda arabkan uu tiri wuxuu yiri gabayga sidau soo socdu ahaa wuxuu yiri ariqat ama ariqtu fabaata leyli la yazuulu walaylu akhi lmusiibati fiihi tuulu waan soo jeedi buy xalo dhanba uma seexan qofkii musiibo a haysatana habeenkiisa maxaa dheer aad buu dheer yahay qofka dabcan habeenka markii wax kugu taagan yihin saacadaha haddii xataa waqtigii samarka lagu jiro laba saac iska yahay habeenkii xataa labada saac labaatan saac dhowdinaat ala ayuha alleylu altawiilu ala anjali bisubxin wama tisbaxu minka biamthali mabuka biyaule habeenka aad bu marka udheli wa asacadanii albukaau wadaaka fima usiiba almuslimuuna bihi qaliilu wuxuu yihi walaakin waxaase i caawiyey buu yihi ooyintaas lana ooyintii qofku markuu ooyo xoogaa uu nafisiya buu yihi wax kalena ma ahayn buu yihi markay taa taagantaana waa dhibka muslimiinta soo gaaray amnutay wax weyn markaa ma ahayn marka loo fiiri laqad cadumat musiibatuna wajallat cashiyata qiila qad qubida arasuulu wuxuu yihi musiibadeena aad bay u weynaatay goortii la yiri nabiga sal alay slam baa geeriyooday faqadna alwaxya waltanziila fiina yaruuxu bihi wayaqdu jibriilu waxaanu ahaa waadaxad baan ka booday waadxad arduna mima caraaha takaadu biha jawaanibuha tamiilu dhulkiibaa wuxuu noqda buu yidhi musiibada ku habsata darteed inay ardadu saa u dheeliso oo aanay markaa meel ku sugnaadin buu yidhi faqadna alwaxya waltanziila fiina waxaanu weynay waxyigii qur-aanka nagu soo degi jiray yaruuxu bihi wayaqduu jibriil oo jibriil la soo caraabi jiray lana kalihi jiray wadaaka axaqu maa saalat calayhi nufuusu nnaasi aw kalimat tasiilu waana waxa ugu mudnaanta badan oo nafu inay ku tagta ay tahay ama cala qaab ku sigato nabiyun kaana yajlu shaka cana nebi baa tegay buu yihi shaki naga saari jiray bima yuuxa ilayhi wamaa yaquul waxa loo waxyooda markaa uu leeyahay wayahdiina
سجن هنونين جروه فلا نخشى ضلالا بعدين كما ان بقي الجرين علينا ان امر النبو الرسول لنا دليل سجن نوعها هوجان افاطم ان جزعت فذاك عذر فاطمي هداد ما انت مرغوتي وابها انو دنتي كنت ان جزعت فذاك عذر عذر دار بطولة ده وان لم تجزعي ذاك السبيل هداد مرغونا توضل ذكر انا امر يوم وقو قسمانتا فقبر ابيك ابها قبر جيسي سيد كل قبر قبر وان كان اسر يوم وفيه سيد الناس والرسول محايله وقبر كل حباليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك سيد ورسول نبط طبعا تحرى ايضا وحكم انتهاك وحيد هام مكي تماما غرر المراثي اللي قصوا حكتين نيك الغمر عربه هذا الرجل ايه هذا السحابي الدنيا رضي الله عنه ابو سفيان ابو سفيان مركة الدي سير تيسا يعرب كيسا هاي المدلرات تنصنو اليد لو اديك سدي النبي جي دينك الغلاط دقالما وكان مركة طاقاتي يقول هانا ما انت واديك سني والاسلام كي نبي يكون دفاعه وفي خلافة الفاروق رضي الله عنه ملكي لجاري وقتي عمر بن الخطاب طبعا ما في وقت النبي قد انت ابو بكر با خلافه لي اي كوريت ابو بكر قالك ابو كبح وحي من عمر الخطاب احس ابو سفيان بدون اجله ابو سفيان نو وقت كي ويا كان هو درام ان اجش شيء شو دوات فحفر لنفسه قبره بيديه سي جعمي سقط قبر ديس ولم يقض على ذلك غير ثلاثه ايام سبح مال الملك دسو والابتلاء حتى حضرته وفاه يعني كما بسوه لين بالله جيريني بقلت مد كأنه مع الموت على ميعاد هذا الدار كونه بلان قالوا أو ليري ما لي فلان بعد إنهم دمان دمان لو أستي مالك الزيادة فالتفت إلى زوجتي وأهلي وأولادي وأهلي فكاسو صاومي لأسلام أكو نفب حي زوجتي سي أولادي سي أهلي سي لا تبكوا علي هيئوا لنبي فوالله ما تعلقت ما تعلقت بخطيئة منذ أسلم ما لنك عن ليري لا إله إلا الله إلا هذا هدم لي قوان لعنبوني ثم فاضت روحه الطاهره هل كاسي نفسي شو تكتب فصلى عليه الفاروق رضوان الله عليه عمر الخطاب كنت كذي وحزن لفقدي هو الصحابه الكرام ان هل كاو كوغير يودان وحا امر غدرون اهانتي عمر الخطاب صحابه ودنب وعبد موته رزءا جللا حل بالاسلام واهله غير اذا كنت منه وحي واركان المسلمين تي صحابه ان هي المصيبه واجي دوين كنت كنت حبسه اسلامك إذا المسلمين رضي الله عنه وارضاه وبالله التوفيق.